الحاجات اللي ما كناش بنقدر نستغنى عنها خالص داخل برنامج الاوتوكاد كانت هي الليجرز، والليجرز كانت بتدينا امكانية ان احنا نقدر نتحكم في الخطوط المختلفة اللي احنا بنرسمها في المشروع، نميز ما بينها بالالوان وتقل الخط والى اخره من الخواص اللي كانت موجودة عندي، زي مثلا ان انا اخفي او اظهر اللاير اصلا، اعمل لها فريز، اعمل لها لوك، او غير اللون بتاعها زي ما اتفقنا، ادي لاين تايب وادي لاين ويت وكل الخصائص اللي قدامنا. نفس الفكرة اللي احنا بنطبقها داخل الاوتوكاد هي بالظبط موجودة داخل الريفت، ولكن بشكل اكبر تفصيلا واكثر تحكما من الاوتوكاد. فعندي هنا داخل الريفت لو انا دخلت على اي مشهد من المشاهد اقدر اتحكم في الطبقات وفي العناصر بتاعة المشهد ده على حدة لوحده بشكل منفصل عن كل المشاهد التانية، واقدر اتحكم في اي عنصر يظهر ازاي في كل المشروع برضو، يعني اقدر اتحكم في الحاجتين كل واحدة منهم حسب الحاجة. فعندي من تاب مانج في عندي حاجة اسمها Object Styles. الObject Styles ده المتحكم الرئيسي في كل عناصر الموديل والانوتيشن Objects اللي موجودة داخل مشروع الريفت. فمثلا انا عندي الموديل Objects زي مثلا العناصر الاساسية اللي احنا تعلمناها، زي مثلا الحوائط، زي الشبابيك، زي الستركتشرال كولمز او الستركتشرال بيمز، كل العناصر اللي انت بتبنيها في السايت كلها بتدخل تبع الموديل اوبجكتس، وتقدر ان انت تتحكم بقى في اللاين ويت، تقل الخط بتاعها كبروجكشن، وكمان كت لما تتقطع برضو تبان ازاي التقل بتاع الخط بتاعها، اللاين كولر بتاع الاوبجكت نفسه من بره يبقى عامل ازاي، عندي اللاين باترن يبقى عامل ازاي، وعندي كمان اقدر اتحكم في الماتيريالز. هناخد مثال كده بسيط. مثلا انا عندي الحوائط، تعالوا ناخد حاجة بسيطة جدا في الحوائط. هنقول له احنا عاوزين اللاين ويت عند الكت بدل ما هو بتلاتة هكبره شوية، بس علشان خاطر تشوف الموضوع ده هيتطبق ازاي هنعمل زوم شوية كده على حيطة بالمنظر ده، وطبعا مش هشغل معايا الثين لاين، هسيب الموضوع زي ما هو كده من غير الاداة بتاعت الثين لاين، وهروح على الاوبجكت ستايلز وهاجي كده على الوولز اخر حاجة خالص. جميل كده. هقول له انا عايز اكبر شوية الكت بتاعتي، اخليها مثلا 6، وبعد كده هدوس ابلاي. لاحظوا اللي هيحصل هنا في الخط ده، هتلاحظ الموضوع بقى اتخن من الاول. يبقى انت كده بتتحكم في الخطوط كلها اللي تخص الحوائط، والكلام ده الحقيقة ما حصلش هنا بس في المشهد ده، ده حصل هنا، ولو رحت الفلور السكند فلور هتلاقي نفس الموضوع اتكرر هنا وتكرر هنا وتكرر في كل المشاهد. تمام. طيب هرجع تاني افتح اوبجكت ستايل، هنزل تحت خالص، وبرضو هرجع التقل بتاعي زي ما كان 3. ده كده بالنسبة لي تخانات الخطوط كبروجكشن وكمان كت. عندي كمان اللاين كولر برضو هنطبق على نفس المثال وقص على ذلك بعد كده لو حبيت ان انت تطبق على اي اوبجكت تاني. هخليه مثلا لون احمر، هدوس اوكي وادوس ابلاي. لاحظوا كل الخطوط بتاعت الحائط بقت باللون الاحمر. هرجع تاني ادخل على الاوبجكت ستايلز، اقدر كمان اتحكم في زي ما اتفقنا الماتيريال، وكمان في اللاين باترن نفسه، ممكن انت بدل ما هو سوليد تخليه، طبعا ده على حسب الاوبجكت اللي انت بتشتغل عليه، خليته مثلا سنتر او داش. خلاص حاجة بالشكل ده كده. يبقى انت برضه بتتحكم في الباترن نفسه بتاع الخط المرسوم عندك. وطبعا مش بنعمل كده علشان الحوائط بس، احنا بس بنستعرض على حضراتكم الامكانية في التغيير اللي انت تقدر تعملها. هرجع تاني الكلام ده سوليد، وهرجع تاني هنا هجيب اللون الاسود. خلاص دي كده الاعدادات الديفولت بتاعة الحوائط. في عندي كمان الانوتيشن اوبجكتس اللي بتضم بقى التاجز والدايمنشنز كلها والجريد بتاعتك كجريد هيد والالمنتس كلها الخاصة بالانوتيشن. طبعا تقدر برضو تتحكم في اللاين ويت بتاعها واللون، وكمان اللاين باترن
زي ما استعرضنا عليكم من شوية، وعندي كمان الاناليتيكال موديل اوبجكتس، وعندي الامبورتد اوبجكتس كمان. دي حاجة مهمة جدا، لما بتدخل عندك بلان من الاوتوكاد من خارج الريفت، تقدر ان انت بلان الاوتوكاد ده لو هو اوتوكاد 3D مثلا، زي ما هنتعلم بعد كده، ان انت ممكن تحول المودلز من ال3D اسماكس تطلعها للاوتوكاد 3D، ومن اوتوكاد 3D هنبتدي نتعلم حاجة اسمها فصل الطبقات، وبعد كده هندخل على الريفت، ومن خلال الريفت بدخل على الاوبجكت ستايل، وبقدر ان انا الامبورتد اوبجكتس بتاعتي ابتدي اغير في الماتيريالز بتاعتها، فاقدر ان انا اجيب مودلز من الماكس داخل الريفت واستخدمها بكل بساطة، بحيث ان انا استغلها في اغراض الاظهار لو انا حبيت اعمل ده. اقدر كمان ان انا اختار اكتر من كاتيجوري عندي، فممكن ان انا اختار حاجة من الحاجات اللي عندي، وبعد كده ادوس شيفت واختار مجموعة من الاختيارات بالمنظر ده. اقدر اعمل سيلكت اول عشان اختارهم كلهم، ولو انا اخترت مجموعة معينة اقدر اعمل انفرت بحيث ان انا اختار باقي المجموعات التانية. تمام كده. اقدر كمان ان انا من خلال فلتر ليست افلتر الاوبجكتس بتاعة الموديل اللي عندي كمثلا اركتكتشر بس، فيجيب لي حاجات الاركتكتشر، هشيل اركتكتشر واشغل ستراكتشر وهكذا. فبالتالي ده برضو بيسهل لي ان انا على حسب التخصص بتاعي اقدر ان انا ادخل على المودلز اللي تخصني وابتدي ان انا اعدل عليها زي ما انا عاوز. نفس الكلام موجود في الانوتيشن اوبجكتس وباقي التبات التانية. واخيرا كمان اقدر ان انا اضيف سب كاتيجوري جوه اي كاتيجوري من الكاتيجوريز الموجودة عندك، زي مثلا انك تدخل على كاتيجوري معينة زي كده اهو، وتضيف جواها سب كاتيجوري جديد بالاسم اللي انت عايزه، وبيبقى تبع الكاتيجوري اللي انت هتختاره من هنا. ممكن اختار اي كاتيجوري تانية زي مثلا فلورز او وولز او اي كاتيجوري انا عاوزها، وبدوس اوكي، واقدر ان انا ادلت واعمل رينيم للسب كاتيجوري اللي انا هضيفها في المكان ده.